حنا كنعانيو من السكان هنايا ديال المنطقه كامله كتعاني من هاد الطريق. الطرقان كامله ديال المركز ديال سوق الحد كامله كاين طريق مخسره لا حاله لا يرشى ليها. مرارا وتكرارا كنتصلوا بالجامعه وبالرئيس ديال الجامعه والدوره الاخرى ديال المجلس بان الرئيس تيقول لك ها المراسلات اللي درت المجلس الاقليمي واللي درت المجلس ديال الجهه حتى شي واحد ما تيرد. حتى شي واحد ما كيجاوب وهذا المشروع ديال جلاله الملك تسنى في 2015. حنا كنا كنتمناو في 2017 2018 يكون ساله وحنا مازال ما كاين حتى شي حاجه وتنغوتوا حنا كساكنه كامله كتعاني لا في السوق الحاد ولا برا ولا في السونتر ولا في الدوار كاملين. والرئيس يقول لنا راه المجلس هو اللي مسؤول بهذا الشيء. ديما تيقول لنا تمشيو عنده تنغوتوا وتنهضروا معاه وفي الدوره الاخيره ديال المجلس اللي دار تيقول لنا ها المراسلات اللي درت الرئيس الجهه المجلس الاقليمي حتى شي واحد ما تيبغي يجاوب حتى شي واحد وحنا تنعانيو والناس سالات هذا المشروع كامل وهذا المشروع صغير ما قيد ما تنفذش وكنطلبوا من الوزاره بحث وتحقيق في هذا الشيء وفي هذه المشاكل اللي واقع الساكنه كتعاني بزاف ماشي عشويه. حنا راه ساكنين في السونتر في سوق الحد هو الواجهه ديال قنيطره ديال اقليم قنيطره خاصو يكون هو واحد 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 الشعله اللي زوينه. ها حوافات يا سيدي على التازي كلشي ولا ها كيدير حنا اول كنا حنا الاولين ولينا حنا الاخرين. لحقاش هادشي راه بزاف ماشي عام ماشي اول سنه ولا الثاني 2015 ولا 2017 راه هادشي راه فات دابا حنا في 2021 باقا حتى شي حاجه ما كاين حتى شي حاجه حتى شي حاجه. ها حاجه كالازبال ها الطرقات ها التلوث ما كاين والو وحنا في السوق السونتر للجامعه كبيره مع الشرفيه ديال النسامه باقي ما كاين حتى شي حاجه. وكاين شي جامعات اخرين اللي فيهم نسامه صغيره ولاو ها تيديروا ولاو زوينين وحنا بقينا مأخرين ما فهمنا حتى شي حاجه. انا من الساكنه من بالمنصور. هذا الوضع سيدي تنعيش فيه دابا تقريبا راه مده كبيره هي داز الرئيس الاول داز الرئيس الثاني داز الرئيس الثالث الرؤساء اللي دازوا ما دار حتى واحد شي حاجه فهمتي. هذا هو المشكل ديالي اخي لان هنايا راه هذا جماعه بالمنصور لان هذا هو المركزي الناس هنايا. هذا المشروع اللي مدايرين ديال هاد الطرقان هذا مديرو سيدنا عطى الموافقه ديالو في 2015 والناس في 2015 ما بداوش وبداو حتى 2020 و2020 كان واحد في 2017 كان واحد الرئيس الله يجازيه بخير حتى هو كان وقف هنا وتحرك على هذا المشروع شويه وكان من بعد المعارضه حيدوه هذه. يكون عندهم جلسات دورات في الجامعه تنمشيو للجامعه تنريحوا في الدورات تنشوفوا هذاك الشيء في الدورات. المهم من تنشوفوا هذا الشيء في الدورات شنو تلقاو؟ تلقاو الرئيس يقول لك راه المجلس الاقليمي هو اللي مدير هذا الشيء. تنتابعوا حنا في الدورات اي دوره تنكونوا مريحين فيها وتيقول لك المجلس الاقليمي. لا كان المجلس الاقليمي هو بالصح اللي مدير هذا الشيء راه خصنا نفتحوا ملف على هذا الشيء هذا وخصنا نكتبوا الوزير الداخلي يشوف لنا هذا الشيء في عاجل في اقرب وقت لان دابا حنا في 2021 تتشوف التلاميذ ها هما مكرفسين هاد الطريق حنا تنديروها يوميا وليداتنا مكرفسين كلشي مكرفس يعني الناس هنا ما تتحركش تتشوف راه هذا هو المركزي راه خص الوجه المركزي راه هذا هو كامل هو بالمنصور لان الحمد لله كلشي كاين المدخول كاين كلشي كاين علاش ما يخدموش هاد الناس. اول حاجه تنشكروا القناه شوف تي في على هذا الشيء اللي جات للدوار ولاد زيان كحيلات لهذ الحاله اللي حنا عايشين مكرفسين بزاف تندوزوا للضيعات ديالنا راه حنا مكرفسين فوق القياس ما عندنا منين ندوزوا خاصنا ضروري ندوزوا بصباط البوط ديما تنجيبوا موطورات باش نوقعوا هذه الحاله راه وقحنا هذه السيمانه وقحنا بالموطورات شوف الحاله كي دايره شتي من هنايا ما تقدرش تدوز مره وملي تمشيو عند المنتخبين ديالنا والرئيس الجماعه تيقول لك حنايا ما عندناش حنا ما عندناش مشكل فيهم تلقوا المشكل في مجلس اقليمي تورينا المراسلات والمحادثات تلقوا المشكل في المجلس الاقليمي. حنا بغينا هذا الشيء بغينا شي تفتيشيه وهذا الشيء راه بزاف كاين تما شغل بزاف مكرفسين. الدور صراحه كنبغيو كما نقولوا المهنه ديالنا الفلاحه والفلاحه صراحه دائما كنبغيو نديو مثل موتور او مثل الموتورات مثل السقا ديالنا الضيعه ديالنا او الفلاحه ديالنا كنجبروا دائما كما نقولوا واحد الغيس او مثل تمارا الناس اللي ما كيجبروش من يدوزوا اللي صراحه اللي مسيطره علينا كما نقولوا الا هي مثل الطرقان ما كاينش عندنا. كنتمناو من الله سبحانه وتعالى وكنتمناو من الرئيس وكنتمناو من اللي معاه في الرئاسه نتمناو من الله سبحانه وتعالى تكون واحد الاذن صاغيه اللي صراحه بغينا كما نقولوا حتى حنا الدوار ديالنا علاش ما يدخلوش الشانطي وعلاش اللي صراحه نقولها بهذه الكلمه اللي بغينا الدوار ديالنا كلهم يكون في المستوى المطلوب. شنو هي المستوى؟ هي اربعه الدوار دائما حنا ولاد منطقه كما نقولوا كنبقاو الوراء
ولكن كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ما نبقاوش الوراء ولا بنطال لا نزيدوا لقدام، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى كما قلت الناس اللي في هذه المنطقة اللي صراحة عندهم دراية بالمنطقة يكون عندهم واحد ثقافة عامة. شنو ثقافة عامة؟ ألا هي غيرة على البلاد؟ هذا هو الطلب ديالنا، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى هاد ولاد منطقة هاد ربع الدور دائما كما نقولوا كنطلبوا من الإخوان هو الشوانط، وكتعرف الشانطي صراحة كتعرف المدارس كاين دريورات كيجيو عندنا من واحد هاد ربع الدور فيهم كما نقولوا جوج مدارس، ولكن كيتفرقوا مثلا كاين بعض التلاميذ كيمشيو لواحد المدرسة وكاين التلاميذ كيجيو عندنا حنا للدوار ولاد بوحميدة. هاد ولاد بوحميدة كاين عندنا الوريق بزاف، وكنتمنى من الله سبحانه سبحانه وتعالى كما نقولوا الدوار ديالنا يمشي القدام وجميع الدواوير ديال جماعة بالمنصور.